ازيكم يا مواليد برج العقرب؟ يا رب تكونوا بخير. انا مريم بعمل فيديوهات عن توقعات الابراج. توقعات برج المازان ليوم السبت 13 نوفمبر تشرين الثاني 2021. انت شرس جدا يا صديق العقرب، وشخصيتك قد تبدو مخيفة للاخرين لانك لا تتصرف بعقل اليوم، وتريد الهجوم على اي احد يوجه لك ولو كلمة صغيرة. اهدأ وحاول أن تفكر قبل أن تعطي قرارك، ولا تعتمد على قلبك وعواطفك. المساء قد يكون مملا قليلا، فحاول الخروج والترفيه عن نفسك قليلا. مهنيا تستخلص في هذا اليوم العبر وتتوصل إلى بعض القناعات التي تريح ضميرك وأعصابك. عاطفيا حاول أن تتقرب أكثر من الشريك اليوم وامنحه المزيد من الحنان والعطف وتفهم وضعه المحرج. صحيا كثرة السعال ليلا ربما يكون سببه علة في الرئتين، اتصل بطبيبك ليحدد لك موعد يعينك فيه. توقعات العلامة الأولى مواليد 23 أكتوبر ل 2 نوفمبر. إذا كنت قد عملت لمدة طويلة للوصول إلى نتائج في مشروع ما، قد يكون هذا هو الوقت الطويل مناسب لتحقيق التقدم، إلا أنه يجب أن تقوم بتخصيص مواردك بكفاءة، وتأكد أن لا تصبح مهملا أو أن تجرفك مشاعر النجاح. اقبل المساعدة أو النصيحة من حولك، حيث أن هذا قد يحدث، ففي النتائج لا تشك في قدراتك حيث أنها قد تكون أهم مما تتخيل. توقعات العلامة الثانية مواليد 3 نوفمبر ل 12 نوفمبر. إذا كنت قد أصبحت مشغولا بالخيال وببناء الحصون في السحاب، فقد حان وقت الاستيقاظ والشروع الفعلي في هذه المشروعات. سوف يظهر على الأرض الواقع فقط، أما إذا كان لخططك أساسيات قوية وما إذا كان يمكنك تنفيذها، إلا أنك واصلت الانغماس في الأحلام غير الواقعية، فسوف تفوتك الفرص الهامة وسوف تبدد طاقتك القيمة. توقعات العلامة الثالثة مواليد 13 نوفمبر ل 21 نوفمبر. يبدو أنه حان الوقت أخيرا لتنفيذ أحلامك، وتحلى بالشجاعة وسوف تتمكن من تغيير ليس فقط حياتك الشخصية ولكن حياتك المهنية أيضا. قد تكون أيضا نموذجا يحتذى به من حولك، إلا أنك يجب أيضا أن تجد الوقت للتنفيس عن ذاتك حتى تقضي على التوتر، وخصص وقت فراغك للأنشطة الرياضية. سوف يضمن ذلك أن تظل هدفك نصب عينيك. وبكده بنكون وصلنا لنهاية التوقعات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم ومعاكم.